السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في هذا لا نوفيل فيديو من سلسلة دروس باك ليبر بالدارجة اللي كيقدمها لكم مول فرونسي. الموضوع ديالنا اليوم مميز جدا لأنه كيشكل 10 نقاط في الامتحان ديال الجهوي ديال باك ليبر. هنا بالضبط كنهضر على برودكسيون إكريتي. إذا كان الامتحان على 20 نقطة، فعشرة النقاط كلها هي كتجي غير من لا برودكسيون إكريتي. هنا اصدقائي باش تحاولوا تحصلوا على 10 النقاط ديالكم في لا برودكسيون اكريت، كنقترح عليكم تشاهدوا هاد لا فيديو اللي غادي نشوفوا من خلالها الشرح ديال ان تيكست ارغومونطاتيف، يعني اش يكون هاد لو تيكست ارغومونطاتيف، الكيفيه ديال الكتابه ديالو، وايضا نقترح عليكم واحد المنهجيه اللي تقدروا تخدموا بها هاد لي تيكست ديالكم. اولا غادي نشوفوا شنو هو ان تيكست ارغومونطاتيف. وهو واحد النص اللي تتكون من مجموعة من الفقرات، يعني واحد العدد معين ديال الفقرات اللي كنحاولوا فيه نبينوا الرأي ديالنا ولا نعطيوا الرأي ديالنا، يعني بخصوص واحد الفكرة معينة. وفي هذا التكست هذا كنحاولوا دائما نقنعوا هذاك القارئ بواحد الطريقة اللي هي استعمال البراهين او لا لي زارغومون. غنشوفوا دابا شنو هما العناصر اللي خاص تكون منها هذا النص ديالنا. اولا المقدمة اللي كنقوم فيها في تقديم الاشكالية دون طرح مع او دون طرح الاسئلة. وانا كنقترح دائما ما يكونوش الاسئلة في هذه المقدمة. علاش؟ حيت ملي يكون واحد السؤال او لا جوج الاسئلة او ثلاثة الاسئلة، خاص يكون دائما الجواب ديالهم في لو ديفلوبمون. يعني ما خصكش تعطينا واحد لا كيستيون او لا جوج لا كيستيون في المقدمة ولكن انت ما مجاوبش عليهم في العرض، اي في لو ديفلوبمون. خصنا ايضا نتجنبوا نعطيو التعريف ديال هذيك الظاهره. كنا كنهضروا مثلا على على لا غير، او لا كنهضروا مثلا على لو طرافاي دو لا فام، او لا نيمبورط كيل فينومين. ما خصناش نعرفوا الظاهره هذه او لا نطرقوا للمحاور ديالها في المقدمه. من بعد غادي ندوزو لو ديفلوبمون. في لو ديفلوبمون كنقدموا هذوك البراهين اللي غادي نحاولوا من خلالهم نقنعوا هذاك القارئ بالوجهه ديال النظر ديالنا، يعني بالفكره اللي كنعتقدوا احنا. في الخاتمه كنقوموا غالبا بابداء الراي، يعني بطريقه واضحه. من بعد غادي نشوفوا ايضا بلي الشكل، يعني لا فورم ديال هاد الخدمه اللي بغينا نعطيو، راه كيلعب دور كبير في هذيك النقطه اللي كناخذو. يعني بغض النظر على المحتوى، اول حاجه كيشوفها المصحح هو الشكل. كيشوف في هاد الخدمه كتعطي واحد الانطباع اللي يقدر يكون مزيان او لا ما مزيانش، وهاد الانطباع هو تيخليه يحط نقطه مزيانه او لا ما مزياناش. علاش؟ حيت كيعطي واحد الجماليه للنص وكيساهم في الحصول قلنا على نقطه جيده. اشنو هما الحويجات اللي كيساهموا قلنا في هذا الجمال ديال النص، اولا الحويجات اللي خصنا نردو لهم البال في لافورم ديال الخدمه ديالنا. اولا بدء الفقرات بلا لينيا. لا لينيا يعني غادي نبداو نخليو واحد شويه ديال الفراغ ملي غادي نكونوا بادين فقره جديده، يعني ما بين الحرف الاول والبدايه ديال السطر خاص يكون واحد الفراغ ديال واحد المقدار ديال جوج مربعات. ايضا خصنا نبداو الجمل ديالنا بالحرف كبير، يعني لا ماجوسكول. مثلا بغيت نكتب باغ اكزومبل جو، غنبدا بجو جي او، خاص جي تكون بلا ماجوسكول. هنا غادي نشوفو من بعد واحد ليكزومبل غنبين فيه هادشي. هذا خصنا ايضا نحترمو علامات الترقيم، لا بونكتياسيون، الفاصله، جوج نقاط، النقطه، يعني في كل بلاصه خصنا نحطو العلامه المناسبه. هنا غادي نشوفو واحد ليكزومبل. الوغ il ne faut pas oublier que la gare. هنا بدينا بلا لينيا، خلينا واحد شويه ديال الفراغ، عاد بدينا التكست ديالنا ولا هذيك الفقره ديالنا. في لافان ديال هذه الفقره كدنا واحد النقطه، وماشي دائما غير في لافان ديال الفقره لكن ايضا في لافان ديال لي فراز. غادي نقرا alors il ne faut pas oublier que la guerre ne cause que la misère, la famine, le vagabondage, la pauvreté, virgule. تدير la virgule بين هاد لي شوز هادو، حيت هنا كنهضر على اون انيميراسيون من بعد كنكتبو اتسيتيرا، و اتسيتيرا خص تكون قدامها ان بوان. و كنكملو الفراز ديالنا puisque il ne résulte qu'un grand nombre de blessés, virgule, de morts et de perdus. هنا نقطة. علاش؟ حيت كملنا الفكرة ديالنا، كملنا الجملة ديالنا. و عاوتاني ملي غنكتبو نبداو جملة جديدة خص تبدا بلا ماجوسكول، اون
كتبنا اون بلا ماجوسكول. يعني كيف ما قلنا غادي نعاودوا بالزرب الحويجات اللي كنا خصنا نردهم البال، لا لينيا لا ماجوسكول في البدايه ديال الجمل، وايضا علامات الترقيم. غادي تشوفوا الان واحد المثال بسيط لمنهجيه ديال الكتابه. هنا في لانتروديكسيون نقدر نكتبوا على هذا الشكل، هذا نبداو بهذا الشكل. دوبوي ان سيغتان طون، يعني منذ زمن معين، لو موند، الا كنا اصلا ما حاصرينش حنا هذا الموضوع هذا في واحد المكان معين، ولكن كنهضروا به، كنهضروا عليه بصفه عامه، نقدروا نكتبوا هنا لو موند. ولكننا كنهضروا على المغرب، يعني واحد الظاهره اللي كنهضروا بها، كنهضروا عليها هي في المغرب، خصنا نكتبوا لو ماروك بلاص لو موند. الوغ لو موند او لا لو ماروك، او لا نكتبوا ميم نوتخ سوسيتي، يعني المجتمع ديالنا، كونيسي اي كوني جوسكا مانتنون، كان تيعرف وباقي كيعرف لحد الان لو فينومين دو، او لا لو بروبليم دو، يعني الظاهره ديال، او لا المشكل ديال. هنا كتبت لكم بين قوسين اسم الظاهره، يعني انت كتب اسم هذيك الظاهره اللي كتهضر عليها بالضبط. مثال اخر ديال لانتروديكسيون، يعني لانتروديكسيون نقدر نكتبوها بطريقه اخرى. نبدا دوبوي ان سيغتان طون فيغول بوكو دو بيرسون، ايوا ما نكتب لو موند ولا هذا، نكتبو بوكو دو بيرسون، يعني مجموع من الاشخاص، او لا بوكو دو جون، الا كان هما طلبوا مني في لا كونتين نحدد بالضبط لي جون، يعني كنهضر على واحد الظاهره عند لي جون، يعني عند الشباب، خصني نكتب بوكو دو جون ديز، يعني كيقولوا سلاش بونس كو، وكيعتقدوا بان. هنا واحد الفكره درتها بين قوسين، هنا مثلا كو بور فيفغ اون بونور il faut être riche، باش نعيشو في سعاده خاصنا نكونو اغنياء، ولا خاص يكون عندنا الفلوس. غندوزو دابا لو ديفلوبمون. ديفلوبمون كنقترح عليكم ما تفوتوش فيه جوج ديال الفقرات، غادي يكون لا احسن تكتبوا فيه فقرتين يعني في العرض. الوغ il faut d'abord rappeler سلاش، يعني اولا تكتب connaître، اولا savoir que. الوغ يعني تقدر تكتب il faut d'abord rappeler que، او la connaître que، او la savoir que l'origine de ce phénomène est. خصنا اولا نتفكروا، اولا نتذكروا، اولا نعرفوا بلي المصدر ديال هذه الظاهره هو، وتما بلاصه النقاط تكتب لينا اشنو هو المصدر ديال هذا المشكل. الوغ puisque c'est، بحيث ان، هنا بين قوسين كنقترح يعني افكار نقدروا نحطوهم هنا. مثلا puisque c'est la pauvreté، يعني الفقر، او l'inconscience، يعني الجهل، يعني غياب الوعي سلاش، يعني نقاط اخرين نقدر نعطي نقترح تما حوايج اخرى هنا كي بوس لي جون، يعني هاد الحويجات هادو اللي يقدر يكونوا كيدفعوا الاشخاص الناس، او لا لي جون اكيتي باغ اكزومبل لور بي، يعني كتدفع الشباب او الناس باش انهم يهاجروا او يخليو بلاد ديالهم سلاش، يعني فكره واحده اخرى، او لا تتخليهم يفكروا في الانتحار، يعني بونسي à se suicider. هنا في الفقره الثانيه نقدروا نكتبوا il faut insister sur le fait que، خصنا نركزوا على هذه المساله، ولا انسيستيو على هذه المساله ديال ان، مثلا بعض الموضوع معين مال تريتي لي بون، يعني يعني نتعاملوا مع الخادمات البيوت بسوء، est une sorte d'esclavage، هي من انواع العبوديه. حنا عارفين ديجا سكو العبودية راه داخلة في يعني من بين المواضيع اللي كاينة واللي تطرقت لها الرواية ديال كانديد. أو العود تاني il faut insister sur le fait que l'argent ne peut pas toujours résoudre le problème، يعني الفلوس ما كتحلش لنا دائما المشاكل ديالنا. puisque بحيث أن il ne peut pas faire revivre les morts، أو بحيث أن ما قدرش يعاود يرجع لنا هذوك الناس اللي ماتوا، أو لا كم مثلا الحويجات اللي ما يقدرش يديروهم المال. هنا في لا كونكلوزيون، الخاتمه، نقدر بكل بساطه نعطي لو بوين دو جو ديالي. غادي نبدا مثلا بيرسونيلمون، او لا فينالمون واخيرا، يعني نقدر نبدا بشخصيا، او لا واخيرا، جو فوا كو، او لا جو بونس كو، يعني كيبان ليا، او لا اظن ان. مثلا هنا واحد الفكره معينه، La femme a un rôle très important. المرأة عندها واحد الدور مهم dans notre société، يعني في المجتمع ديالنا. و sans elle la vie serait si difficile. وبدونها يقدر تكون الحياة صعيبة.
هنا دائما الافكار اللي تعطيت بين قوسين هادو غير امثله اقترحتهم يعني، وغالبا عندهم نيت علاقه بالمواضيع اللي كتجي في هاد لي تخوا غومون. نقدر نعطيو ايضا واحد المثال واحد اخر من غير هذا، اما بروبر اوبينيون يعني حسب وجهه نظري الخاصه. جو فوا كو كنشوف بلي il faut sensibiliser les gens au risque de ce phénomène pour mettre fin à tous ces aspects. انا من خلال وجهه النظر ديال الخاصه كيبان لي بلي خاصنا يعني سونسيبيليزيو يعني نقوموا بتحسيس ديال الناس ونوعيهم بمخاطر ديال هذا لو فينومين باش نحدوا من هاد المظاهر. حتى لهنا غادي يكونوا اصدقائي وصلنا لنهايه ديال هاد لا فيديو. كنقترح لكم تنضموا لنا المجموعه ديالنا على الواتساب باش تستافدوا من الدروس اللي كنقدم، النمرة غتلقاوها في صندوق الوصف. وما تنساوش تابوناو في هاد لاشين مول فرونسي باش يوصلكم لي فيديوهات جداد.